بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما الفرق بين غل وغل؟ غل بالفتح أي الخيانة في الغنيمة، والمثال على ذلك في سورة آل عمران: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة. غل بالكسر بمعنى الحقد في سورة الحجر: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان معكم محدثكم أدمن صفحة وقناة التبيان في ضبط متشابهات القرآن.